السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي في الفيديو الرابع عن المين اكتيفيتي اللي كنا عايزين نتكلم عنها في الفيديو الثالث. المين اكتيفيتي دي هي انا بالظبط البروسيس ماشية ازاي. الاكتيفيتيز اللي بيحصل يا اما انا عندي لوجن يا اما عندي ريجستريشن. دي او دي لو اليوزر قدر ان هو يعمل ساين ان او ساين اب بيقوم داخل مباشرة على المين اكتيفيتي. المين اكتيفيتي دي الشاشة اللي هي فيها الجاليري المعرض، خلاص الكتب اللي هي معروضة للبيع ظاهرة قدامي في الشاشة دي. اللي بيحصل أول ما بيجي على المين اكتيفيتي هنا، خلينا بس نشوف المين اكتيفيتي هي من نوع بتكستند كلاس اسمه اب كومبات اكتيفيتي، بتمبلمنت نافيجيشن فيو خلاص، ونو انترنت فريجمنت، اون ريلود انترنت سيرفيس ليسنر، و بوك جالري فريجمنت برضو فيها ليسنر اسمه نو بوك فريجمنت. تمام، هي بتمبلمنت ثلاثة انترفيس خلاص. هنخش على الاون كرييت. الاون كرييت عندنا زي اي اكتيفيتي هتلاقي فيها السيت كونتنت فيو اللي اوت بتاع الاكتيفيتي دي. تعال ندرسه كده ونشوف فيه ايه. اللي اوت ده في بيرنت فيو اسمه ريلاتيف لاي اوت، بيرنت يعني اب خلاص، لاي اوت كده كبير هو الاب في اللاي اوتس دي، شايل جواه فيوز اصغر شويه تمام، بيتقال عليهم تشيلدز خلاص، ابناء. الابناء دول عباره عن ايه؟ درور لاي اوت خلاص، ده ابن وحيد للريلاتيف لاي اوت الكبيره تمام. الدرور لاي اوت ده بيتعرف فيه الكونتكست. الكونتكست زي ما قلنا قبل كده هو البروبرتي اللي بنشاور فيها على الاكتيفيتي ده، تبقى مين اكتيفيتي تمام. دي بنشاور فيها على، عفوا احنا ممكن نمسح ده كله كده علشان ده ملوش علاقة بينا. بنشاور فيها على ايه؟ على كلاس الجافا تمام. طيب هيبقى جواها عندنا فضل ايه؟ تلاتة فيوز، تشيلد فيوز للدرور لاي اوت. اول واحد ده هيبقى لينير لاي اوت، بتتكلم عن تول بار اللي موجود فوق في التطبيق من فوق خلاص، وتحته فريم لاي اوت اللي هي هيتحط عليها الفريجمنت اللي شايله الكتب المعروضه تمام. طيب دي نقفل الصفحه بتاعتها. الجزء الثاني ده لينير لاي اوت خلاص، المفروض ان احنا حطينا زي ايه بروجرس كده بس، وعاملين لها فاليو جان. ممكن نمسحها على فكره لان احنا هنا ما استخدمناهاش وملهاش استخدام معانا تمام. طيب الفيو التالت نافيجيشن فيو. ايه هو النافيجيشن فيو ده؟ انا دلوقتي عايز النافيجيشن من معناها كده ملاحه، معنى كلمه نافيجيشن ملاحه. طب هي فيو انا بستخدمه علشان اتنقل ما بين الصفحات في التطبيق، فهي حاجة بتبقى موجودة على اليمين قابلة إنها تبقى موجودة على اليمين أو موجودة على الشمال خلاص، يمينا يسارا بدوس عليها بتطلع لي منيو. المنيو دي أنا بحددها من خلال اللي أوت، فلو جيت بص هتلاقي إن ليها هيدر لي أوت، ليها جزء بيبقى موجود فوق خلاص بيظهر من فوق جزء هيدر، وتحته منيو برضو المنيو بتحددها من نفس اللي أوت. لو جيت اقول هيدر البروبرتي اللي اسمها هيدر لاي اوت دي، هتلاقيها ايه من ملف من اللاي اوت، من فولدر اسمه لاي اوت خلاص اللي احنا عارفينه اللي هو موجود في ريسورسز ده، واخده لاي اوت اسمه هيدر اندرسكور نافيجيشن. هيدر اهو ظهر لي هيدر اندرسكور نافيجيشن، ممكن افتحه من على الشمال هنا او ممكن ادوس عليه كده هيقوم فاتح معايا. في ايه؟ في صوره البروفايل بتاعت الشخص ده، وفي ايميل، وفي يوزر نيم تمام. طيب دي او ده اول حاجه. الحاجه الثانيه المنيو اللي بتبقى تحت، تعال نشوف كده ندوس عليها برضو، هي موجوده في المنيو هتلاقيها بتنادي على فولدر اسمه منيو خلاص. تعال نشوف فولدر منيو ده، هذا فولدر منيو هتلاقي فيه كذا منيو عندنا، في شات منيو، في درور، وفي مين منيو، في سيرش منيو. هو بيتكلم عن مين؟ على الدرور. ممكن نفتحها من الشمال من هنا او ممكن نفتحها من هنا، ندوس عليها كده
دي الايتيمز اللي موجودة عندنا في التطبيق. خلاص الايتيمز اللي شغالين على اضافة كتاب، وبعدين تصفح، فواتير، كتبي، صفحة شخصية، ارسل شكوى، اتصل بنا، وتسجيل الخروج. تمام. طيب احنا كده خدنا اللي اوت وعرفنا فيه ايه. نقفل بقى الاكس ام ال ونيجي نشتغل جافا. نفس الفكرة عندنا هنا دلوقتي السيم للاكتيفيتي دي، بنقول السيم بتاعنا محتوياته ايه. تمام، اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده. عندنا في الاكتيفيتي دي شكلها مختلف شوية، فهنستخدم فيها التول بار. خلاص هيبقى في جيت سبورت للاكشن بار. ماشي، بننادي على النافيجيشن فيو وبنستخدم الليسنر بتاعها. تمام، علشان بحيث لما ادوس على ايتم منها نشوف هيحصل ايه. كويس، في عندنا سناك بار. سناك بار ده بنطلع بيه رسائل مع اتصال الانترنت او انقطاع الانترنت وهكذا. تمام، برضو هنا بنعمل اساين فاليو للايميل واليوزر نيم والبروفايل ايميج، بنديها قيم. تمام، عندنا نوع انترنت فريجمنت، في حالة انقطاع الانترنت في فريجمنت هنعرضها، في حالة ان الانترنت شغال في بوكس جالري فريجمنت، في حالة ان مفيش ولا واحد نشر كتب على التطبيق هيبقى في فريجمنت موجودة، في حالة ان مفيش اي كتب. خلاص، في عندنا كلاس اسمه سيشن مانجمنت، عارفينه طبعا، عدينا عليه قبل كده، ده اللي بينادي على الشيرد بريفرنس وبيدينا يجيب لنا اليوزر ديتيلز، ايميل، يوزر نيم، بروفايل بيكتشر، التوكن، الفاير بيز يوزر اي دي. بناخد الفاليوز دي وبنديها للايه، للجزء الهيدر في النافيجيشن فيو اللي هو الصورة، البروفايل والايميل واليوزر نيم. بعد كده النافيجيشن فيو زي ما قلنا احنا بنشتغل على الليسنر بتاعها. الليسنر بتاعها هيفرق معانا في ايه، لما ادوس على اي ايتم من دول لازم يوديني للصفحة المناسبة ليها. يعني لما ادوس على اد بوك، تمام، دي فيها في الدرور اهي، لما ادوس على اضافة كتاب هيوديني على فين، اكتيفيتي اسمها اد نيو بوك. لما ادوس على براوز بوك هيوديني على فانكشن، الفانكشن دي بتشاور على فريجمنت اللي هي هتعرض الكتب، ديسبلاي بوكس جالري. شات هيستوري لما ادوس عليها هيوديني على الشات هيستوري. الفواتير هيوديني على الفواتير. خلاص وهكذا وانا ماشي. تمام، غالبا احنا كل حاجة هنيجي نشرحها هنيجي على نفس الاكتيفيتي دي ونشوف بنخش منها ازاي. تمام، ده كله في الاون كرييت. في نهاية الاون كرييت عندنا حاجة تخص الانترنت كونكتيفيتي. تمام، لو في انترنت كونكشن هيقوم داخل على يعرض الجاليري، لو مفيش انترنت كونكشن هيعرض توز، هيعرض اسف سناك بار، يقول فيه ان النت مقطوع، ويودينا على نو انترنت فريجمنت. تمام، الفانكشن اللي هو يعرض منها ديسبلاي بوكس اهي دي، هجيت سبورت فريجمنت مانجر، هيعمل ترانزاكشن. تمام، هيقوم واخد الفريجمنت دي هيحطها فين، هيحطها في اللي اوت اللي اسمه فريم لي اوت، ده اللي الاي دي بتاعه اسمه كونتينر اندرسكور فريم. تمام، فضل ايه تحت تاني، في حالة ان احنا بنستخدم النو بوكس فريجمنت احنا عاملين امبلمنت قلنا للانترفيس ده، لما يكون مفيش كتب معروضة فهيقوم معرض لنا برضو الانترفيس الامبلمنتيشن للميثود دي، هتقوم معرضة لنا نو بوك ان جالري فريجمنت، في فريجمنت بتقول ان مفيش كتب. تمام، هنمشي عليهم واحدة واحدة ونشوف فيهم ايه. طيب خلينا نقول دلوقتي ان في انترنت وهنعرض الكتب. تمام، خش كده، في انترنت وهنعرض الكتب، بيقوم دخل بوك جالري فريجمنت. في البوك جالري فريجمنت دي احنا عندنا فريجمنت حاجة والاكتيفيتي حاجة. الاكتيفيتي كلاس بتاعها اسمه ايه، ايا كان اسمه، بس هو بيكستند اب كومبات اكتيفيتي، لكن الفريجمنت برضو ايا كان اسمه ولكن بي اكستند ايه، فريجمنت. تمام، ده بي امبلمنت اون كومبليت ليسنر في الميك فولي ريكويست، ده بيتصل باستخدام لايبر اسمها الفولي، وعرضتها لكم قبل كده، علشان يجيب لي الكتب اللي في المعرض. بيدخل بيتاكد، اول حاجه هيبدا الاون كرييت،
سيت هاز اوبشنز منيو دي انا بستخدمها علشان اعرض العلامة بتاعت السيرش فيو اللي انا هستخدمها علشان اسيرش على الكتب، علامة البحث. عندي ريسايكلر فيو، ريسايكلر فيو دي ايه؟ خلينا بس نقول اون كريت فيو. اول حاجة الفريجمنت ماشي بنفس التسلسل، ولكن احنا عندنا في فانكشنز معينة بنستخدمها علشان نعرض الفيوز زي الاون كريت فيو دي، تمام؟ بستخدمها بعمل فيها انفليت للي اوت وبريتيرن فيو، لازم الفانكشن دي تريتيرن فيو، خلاص. وبنعمل انفليت ماشي للي اوت اللي احنا عايزينه، بوكس جالري فريجمنت دي تعال نبص عليه. ده ملف اكس ام ال بيعبر عن ان هو هيبقى فيه الليسته من ايه، من الكتب. طب الليسته دي هتحط عليه، اتحط على حاجه اسمها ريسايكلر فيو، خلاص. ده نوع من انواع الانواع المتطوره للليست فيو، تمام. بعد كده احنا بنشاور على بنعمل انفليت او فايند فيو باي اي دي للريسايكلر فيو دي، وهنا بنعرف الكلاس اللي اسمه سناك بار كلاس لانشر ده في وقت انقطاع الانترنت بيتم ايه عرضه، تمام. هنمسح ده وهنخلي دول دلوقتي. ده الكلاس بتاع ده الانترفيس بتاع نو بوك فريجمنت، تمام. احنا عاملين له امبلمنتيشن في الاكتيفيتي اللي كنا فيها، المين اكتيفيتي، خلاص. لان هو من هناك هيبدأ يوجهنا ان احنا ما ينفعش نروح من فريجمنت لفريجمنت، لا احنا لازم نعمل امبلمنت، يعني احنا لازم عشان نروح من فريجمنت لفريجمنت نكلم الاكتيفيتي اللي احنا واقفين عليها. انا ممكن اعرض على اكتيفيتي واحدة 50 فريجمنت عادي جدا، تمام، بس عشان اروح من فريجمنت للتانية لازم اكلم الاكتيفيتي اللي انا واقف عليها، وده اللي بيحصل. عشان كده احنا واقفين بالانترفيس هنا في الفريجمنت وهننادي عليه فيقوم واخدنا ورايح على من السطر ده بوك جاليري فريجمنت في انترفيس اسمه نو بوكس فريجمنت. على الاكتيفيتي اللي احنا واقفين عليها هتمبلمنت مين؟ نو بوك فريجمنت. مجرد ما نحط السطر ده هيقوم واخد بعضه ورايح على الاكتيفيتي هنا، هيدور على الميثود دي. تعالى احنا ندور عليها، هو هيعمل زينا كده بالظبط، هيدور عليها هيلاقيها، هيقوم داخل ينفذ السطرين اللي فيها، يقول تلاقيه بيقول له ايه، وديني على الجاليري اللي هي ايه في حالة ان مفيش كتب، تمام. خلينا احنا هنا بس الاول، احنا قلنا ان احنا هنجيب في الاون كريت فيو بنعمل انفليت للاي اوت، والاون كريت دي هيبقى فيها بنقول له ان احنا عندنا منيو هتبقى موجودة فوق، تمام. المنيو دي هتبقى عبارة عن علامة البحث، خلاص. فمعنى كده ان في فانكشن اسمها اون كريت اوبشنز منيو، اون كريت اوبشنز منيو دي هننادي على فيها على المين منيو، تيجي نشوف فيها ايه. من المنيو دي فيها سيرش فيو، خلاص. سيرش فيو دي علامة البحث، لو جينا ندوس على دي كده يقول لي انت عايز انا صورة، افتحها دي صورة علامة البحث، تمام، دي اللي هتظهر معانا، ماشي. بكل بساطة انا بنادي عليها يبقى انا عرفت استخدام اون كريت فيو والاون كريت والاون كريت اوبشنز منيو. هنيجي على اون اكتيفيتي كريتد، انا بشوف اليوزر اللي عندي، بجيب بيانات وباخد التوكن بتاعته، لان انا لازم عشان اجيب دلوقتي جيت اول بوكس فور سيل انا ببعت بس التوكن اي دي، فبيقوم جايب لي كل الكتب اللي معروضه في الجاليري، تمام. التوكن اي دي دي اللي هي الشخص طالما سجل دخول فانا بيبقى معايا حاجه بتقول ان فلان الفلاني شغال، تمام. التوكن دي حاجه بتقول ان فلان ده الشخص ده تحديدا هو اللي شغال عندي، عامله زي اليوزر اي دي كده، تمام. طيب بس احنا كده اون اكتيفيتي كرييتد، بيحصل بقى الميك ريكويست فين؟ في الاون اكتيفيتي هنا كرييتد بنشوف البوك اول بوكس فور سال، الحاجات دي احنا مشينا فيها قبل كده، وبرضه نفس الوضع هيحصل اتصال، هنبعت الـ API token اهو هنا، تمام. بعد ما نبعته طبعا هو هيتبعت لللينك ده، بعد ما نبعته يا اما هيحصل فشل في الاتصال، خلاص، وهيبقى فيه هنا incomplete listener واستجابة بنوع معين، تمام، هنستقبلها، او هيقوم داخل يعمل بارسنج يكون مع داتا فهيتعمل لها بارس هنا في الفانكشن دي. هنشوف المسج برضو، شرحنا الكلام ده، هنشوف المسج فيها ايه، هنلاقي اري اسمها داتا هناخدها هنعمل عليها لوب، هنمسك الكي وناخد الفاليو، نمسك الكي وناخد الفاليو وهكذا، وبعدين نقوم داخلين على اري اسمها بوك
ناخد الاري دي نعمل عليها لوب، نمسك الكي ناخد الفاليو، نمسك الكي ناخد الفاليو، وهكذا نخش على student array بعدها اسر array وهكذا، واحنا ماشيين department. وبعدين في array اسمها buyer underscore student. خلصنا ده كله، نقوم واخدين ومودينه ليه constructor اسمه onSolveBox، احنا مسمينه كده. هندي ال values اللي معانا دي ل variables عندنا زي ما عملنا قبل كده وقت تسجيل الدخول. نقوم راجعين هنشترط بقى ونقول له والله هل student entity لا يساوي null؟ طب لو كان قيمته أكبر من الصفر كنا قبل كده بنعمل ايه؟ بنقوم قايلين ضن بتساوي واحد، هنا ضن بتساوي ضن كي اللي هي قيمتها بواحد. لا احنا هنا مش عاملينها لان مفيش زرار بندوس عليه، تمام؟ فاحنا عايزينه مباشرة، مش محتاجين ان احنا نغير قيمة يعني، تمام؟ فاحنا مباشرة هنقوم ايه واخدين ورايحين على انترفيس اسمه onComplete، هنبعت معاه ال array list اللي راجعة بالداتا. لما نيجي نروح للفريجمنت نقوم ايه عاملين سيرش على onComplete، هنلاقيه راح واقف عليها. هنعمل لوب عليها في ثلاث حاجات، ثلاث حالات. الحالة الأولى خلاص إن إحنا معانا exception هنعرضه. الحالة التانية تمام إن في سيرفر مسج. بصوا إمتى السيرفر مسج بتتكلم معانا؟ تعالى بص كده، انزل سيرفر مسج. بص يا باشا سيرفر مسج إمتى؟ أنا هنا بستخدم exception set exception، هنا set exception set exception set exception 4 مرات. المرة الخامسة set server message، ده امتى؟ ده لو كان مفيش done، ما كانش فيه كلمه done، يعني message str دي لا تساوي done اللي هي فوق خالص، تمام؟ message str لا تساوي done، هيقوم نازل تحت. ما مشيتش مع كذا واحده من دول، دول كلهم exception، ما مشيتش مع واحده من دول هيقوم ايه كده كده يقوم جاي هنا ايه، يقوم قايل لك no books in on gallery، مفيش كتب في المعرض، تمام كده؟ مفيش كتب عنده في المعرض. هيشوف الفاليو دي لو كانت، بس بشرط ان هو في نفس الوقت تكون الليسته بتساوي زيرو. معنى الليسته بتساوي زيرو ان هو ما مدخلش على اي واحده من دول، ولا دخل على الضن اللي فوق، تمام؟ وفي نفس الوقت المسج كي كانت ايه هنا ضن، وفي نفس الوقت الليسته بزيرو. هو لو دخل ضن اللي فوق تمام الليسته مش هتبقى بزيرو، لكن هو ضن دخل، يعني هو دخل لا ضن مشيتش، وراح دخل ضن هنا كمان مره، تمام؟ بس في نفس الوقت الليست بزيرو. هنا الامر اختلف فقال لك لا احنا خلينا نحطها في سيرفر مسج. عملنا فاريبل جديد اسمه سيرفر مسج وخدنا له جيتر وسيتر، تمام؟ وفي الاخر هنريتيرن الليست، ترجع مع اي واحده بقى من الاحتمالات دي، 3 احتمالات. هنيجي احنا نعمل عليهم اف الس هنا خلاص، يا اما هيكون في اكسبشن هنعرضه، يا اما هيكون في سيرفر مسج. وفي حاله ان سيرفر مسج مفيش كتب في الجاليري في المعرض، يقوم واخدنا ورايح على الفريجمنت اللي اسمها نو بوك فريجمنت. يا اما هنعرض ايه الكتب، تعال نخش بس نشوف نعرض الكتب ازاي، وبعد ما نخلصها نشوف موضوع نو بوك فريجمنت ده. نخش على البوك، على البوبليت بوك جالري، دي فانكشن شايله الاري ليست اللي جايه من فين؟ جايه من السيرفر، خلاص اتعمل بارسنج للجيسون. هنبدا ناخد الاري ليست دي ونبعتها لحاجه اسمها ادابتر. الادابتر ده كلاس وظيفته ان هو يعرض على الريسايكل ريفيو، تمام؟ طبعا احنا بنتكلم مع ريسايكلر فيو دلوقتي، بنقول والله احنا عندنا جريد ريسايكلر فيو هنا مش على شكل جريد لاي اوت. خلاص عندنا في الجريد لاي اوت دي عمودين، كل عمود هيكون شايل فيه مجموعة كتب. طبعا ممكن نخليها 3 اعمدة، ممكن نخليها 4، في ايدينا نغيرها من الرقم ده، تمام؟ وبعدين نعمل له، نقول له ايه الريسايكلر فيو ده دوت سيت ادابتر مين البوك جالري ادابتر. تعال نشوف البوك جالري ادابتر ده فيه ايه. اهو هنا في البوك جالري ادابتر كونستراكتور احنا بنجيب الكتب اللي جايه دي وبنقوم نديها لمين؟ دي لسته. خلاص في الليسته دي احنا بنعرض الكتب عن طريق اول حاجه بنخش على فانكشن اسمها اون كرييت فيو هولدر. في الفانكشن اسمها اون كرييت فيو هولدر دي هتلاقي فيه هنا ليست ايتم، بتدوس عليها تمام. عندك 2 لاي اوت، واحد للموبايل وواحد للتابلت. خش على الموبايل كده، المفروض هما الاثنين واحد، بس في ايه بعض الاختلافات بسيطة خالص. خلاص ده مجرد فيوز للحاجة اللي انت هتشوفها قدامك في شكل الكتاب، اسم الكتاب تحتيه اسم الكاتب، صورة الكتاب، سعر الكتاب، وزرارين، واحد ابدأ المحادثة، واحد تاني تفاصيل.
تمام كده. طيب بعد النقطة دي، بعد الجزئية دي، بنبدأ نخش على ايه؟ Unbind View Holder. Unbind View Holder ده بيعمل ايه؟ بيمسك كل اوبجكت خلاص بالبوزيشن اللي هو واقف عليه، هو زي عامل زي الفور لوب بالظبط، بيعمل لوب على الليسته اللي راجعه من السيرفر تمام، وبيبدا يقوم قايل والله البوك تايتل لو كان لا يساوي نل ادي البوك تايتل حق، لو كان الاسر لا يساوي نل ادي له القيمه بتاعته، لو كان البرايس لا يساوي نل ادي له القيمه بتاعته، وهكذا تمام كده. بعد كده هيفضل عندي زرارين، كل واحد فيهم ليه دوت سيت اون كليك ليسنر، زرار اسمه ستارت شات خلاص، ده هيوديني على المسج اكتيفيتي، بس هياخد الداتا دي معاه وهو رايح في حاجه اسمها انتنت تمام. هبعت معاه الكلام ده في فانكشن اسمها بوت اكسترا، واقوم واخد الانتنت هحطه في فانكشن اسمها ستارت اكتيفيتي، هيقوم رايح واخد برضه على المسج اكتيفيتي تمام، ده لما ادوس عليه. طب الزرار التاني اسمه ديتيل اكتيفيتي، تمام ديتيل اكتيفيتي، بوك ديتيل اكتيفيتي دي هتتفتح لما ادوس على ايه؟ على الزرار اللي اسمه زرار الديتيل او زرار التفاصيل. نفس الوضع، هقوم واخد الاوبجكت اللي انا واقف عليه ده احطه في باندل، والباندل اقوم احطه في الانتنت، وبعدين ابعته للاكتيفيتي ماشي عن طريق الانتنت ده، اقوم قايل له ستارت اكتيفيتي يقوم رايح معاه تمام كده. طيب هيفضل ايه؟ هيفضل هنا حاجة بسيطة خلينا نتكلم عليها في الفيديو اللي جاي، عشان الفيديو ده بقى 20 دقيقة كده.